واحد بيقول ذكر في سفر التكوين في الإصحاح 20 ان ابراهيم قال لابي مالك ان سارة اخته فعلا ولكنها ليست من امه لذلك صارت له زوج. بيقول هل معقول ان واحد يتجوز اخته؟ زمان كان كده، يعني في بدء الخليقة كان كده. امال هيلاقوا بنات بنين؟ ما هو ما كانش فيه غير قرايبهم واخواتهم. طبعا دي كانت موجودة في الاول لكنها منعت بالتدريج، ان بقى ما ياخدش اخته شقيقته. وبعد كده في شريعة موسى في تكوين اصحاح في سفر اللاويين اصحاح 18 منع مثل هذه الزيجة. في سفر اللاويين اصحاح 18 منع مثل هذه الزيجة.